جاوبني، شنو اللي يجمع بينك وبين فيلم بيرسيبوليس؟ الزوز شويه لسكرت وشين نسمه. انا هما بترسيب المولى وانت بالسكتش نتاع سترينج. والله رجعت في السكتش نتاع سترينج. انا راني حتى في النوفيل فيرسيون خليته على خاطر هو يهزني لسكتش اخر. انا فما حاجه ما عرفوهاش العباد، لاني وقت عديت في نسمه وعملت سكتش نتاع سترينج ما تثبتش كان في تونس. ساعه الجرائد نتاع تونس الكل فتقوني من بعد. لي جروب فما اقل جروب فيه 19000 في تونس، كافر فاسد هامل درشنو على سترينجا. ومن بعد في دزاير زاد تفرجوا، خرجت مظاهره في دزاير قال لك اطلع الزبل الراس يا صاحبي تقول سترينجا واش راك شنقو سترينج في دزاير. ما خلطوش عليك ما. في ليبيا بركه راهو ما تقلقوش، تفرجوا قعدوا يتفرجوا. لا 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 ما نظلموهمش اخواتنا، مش ما يعرفوش، يعرفوه اما يستعملوه التربولات. حاجه عجبتني توا نحن راهو فرابور للشعوب المتفتحه، رانا متسكرين شويه، رانا التوانسه راهو عندنا متاع اللي يحكي معاك ومن بعد يقتلك، في ليبيا بالعكس يقتلك ومن بعد يحكي معاك. والله راهو مع احترامي قتلوا القذافي، قتلوه من بعد يحكيوا معاه، خارك منهم ثوار تو قول فاسد منهم شرزان، خذ لي صوره مع القذافي خذ.